خلينا نذهب الى الذهب، واحنا كنا بنتكلم على صندوق الاستثمار في الذهب بالامس، وايضا منذ اعلان قرار مجلس الوزراء باعفاء الواردات من الجمارك اللي جايه مع المصريين بالخارج او جايه مع اي حد من الخارج من الجمارك، وفقط ضريبه القيمه المضافه على المصنعيه، وفي تراجع واضح في اسعار الذهب. خلوني اقول لكم التراجع ده عامل ازاي. يعني مثلا الدهب عيار 24 احنا بنتكلم في انخفاض 10% تقريبا، 300 جنيه من 2600 من 2926 ل 2617 جرام، لسه غالي بس برضو جرام 21 وصل دلوقتي برضو عنده انخفاض 10%، انخفاض حوالي 270 جنيه، فوصل دلوقتي 2290. طب الجنيه بقى بكام؟ الجنيه يعني كان وصل ل 20800، كان وصل الحقيقه ل 22000، احنا دلوقتي في ارقام ان احنا بنتكلم على 18 ونص او 19000 جنيه للجنيه الذهب. هو كتير برضو جدا، ولكن احنا بنشهد بعض التراجعات. جنيه الذهب كده بنتكلم في 12 ل 15% تراجع. دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، يعني اسباب هذه التراجعات في رايك ايه؟ اهلا بحضرتك اولا يا استاذ. اهلا بيك. التراجعات طبعا القرار اللي اتخذته يعني المبادره بتاع وزاره التموين والدكتور علي المصرخي ودخول الذهب مع الوافدين في الموانئ المطارات المصريه بدا ياثر على السوق وتراجعات على مختلف العيارات زي ما حضرتك قلت، وده مش ال 21 كمان وصل لغايه 2300، ده وصل صباحا ل 2250، يعني في انخفاضات اكتر من كده في منتصف النهار، وده باذن الله يعني متوقع لسه في انخفاضات، مزيد من الانخفاضات من 50 ل 100 جنيه تاني، لان لسه برضه ما زال السعر يعتبر اعلى من السعر اللي المفروض يكون عليه الذهب. هل يعني ابتديتوا تلاحظوا ان الناس بترجع بذهب ولا لسه؟ اولا بدا تطبيق القرار ولا لسه في الجمارك؟ لا بدا يا فندم من يوم الخميس، من القرار يعني طبع في الجريده الرسميه ونفذ من يوم. هل بدات تشوفوا تنفيذ لهذا القرار؟ طبعا يا فندم بدات المحلات تشوف السبائك اللي هي وارد الخارج، وبدات تتداول يعني اصبحت بكثره يعني، وده يعني عامل على الرغم حضرتك انا هلفت نظر حضرتك برضو ان يوجد طلب، ما زال المصريين مصرين على طلب عالي، ولولا ان يعني هذه المبادره الجميله او الرائعه من التموين القرار كان الذهب كنت عايز اقول لك هيخطي 3000 جنيه بمرتب. طيب لو بس نعدل التليفون لان الخط بيقطع دكتور ناجي. طب سؤال تاني، هل يعني الموانئ، هل مثلا الجمارك قالوا لكم او عندكم ارقام ان في اقبال من المصريين في الخارج او من الناس اللي راجعين، ولا لسه هذا الاقبال هنشوفه اكتر؟ طبعا الاقبال لسه ما وصلش الماكسيمم، لان يعني الناس لسه برضو عايزه تشوف الدنيا وتجرب الدنيا وتشوف الكلام ده رياليتي بتاعته يعني على ارض الواقع، انما طبعا على ارض الواقع فالامور ميسره جدا جدا لكل انواع الذهب زي ما قلت لحضرتك قبل كده، من سبائك لجنيهات لمشغولات لاي شيء. بتقول لي انه قد نرى استمرار في الهبوط في اسعار الذهب، لكن لسه تسعير الذهب بالدولار كام؟ يعني تجار الذهب بيشتغلوا على دولار بسعر كام؟ احنا ما بنستوردش، يعني لا يوجد استيراد للذهب بالدولار. الموضوع كله ان في طلبات وما زالت الطلبات متزايده على السبائك والجنيهات والمشغولات، المعروض لا ليه جزء كبير من هذا الذهب مستورد اصلا، فاحنا لما بنستورده بالدولار. لا الذهب كل السبائك والجنيهات المتداوله هي سبائك وجنيهات مصريه، لان اصبح 90% من السوق حاليا بيعمل بالسبائك والجنيهات اكثر من المشغولات كمان. المشغولات هل نتوقع تحسن شويه في ادائها، لان المشغولات مبيعات المشغولات ضعيفه جدا.
طبعا مبيعات المشغولات ضعيفه، هو ورود المشغولات من الخارج هيخلق روح من التنافس وسيرفع مستوى المنتج المصري. يعني سيكون له جانب ايجابي وجانب دافع جدا لتطوير صناعه الذهب في مصر. دكتور ناجي، امبارح اعلنا عن اول صندوق للاستثمار في الذهب، لكن في خلاف ما بين التجار وبين الصندوق، مين اللي هيعلن سعر الذهب؟ البورصه قالت انها هتعمل سعر استرشادي، التجار قال لك لا احنا اللي عندنا السعر، مفيش سعر استرشادي، احنا اللي بنحدد السعر. مين بيحدد سعر الذهب في مصر؟ لا، البورصه طبعا سعر استرشادي، اكيد سعر استرشادي، اما اللي هيحدد سعر الذهب في مصر هو السوق المصري والعرض والطلب وكميه الذهب الموجوده قد ايه والطلب قد ايه. نعم. والمبيع قد ايه والمشتري قد ايه. اما البورصه فسعر استرشادي اكيد. طب تنصح الناس تشتري دلوقتي؟ شراء الذهب في اي وقت ما بيخسرش، يعني احنا عمالين يعني الذهب اصبح زاد المنتج المحلي من الذهب والذهب متوفر، لكن الظروف العالميه بتقول ان الذهب هيتخطى ال 3000 دولار في اي وقت. فلو تخطى ال 3000 دولار برضو في عامل رفع خاصه مع ازمه سقف الدين الامريكي اللي حتى وقتنا هذا لم يتم حلها. نعم. فالتراجع السعري ده بتراه مؤقت ولا ايه؟ لانه برضو ده مقوم بالدولار، خلي بالك، يعني التراجع السعري ده مؤقت ولا شايفه في اتجاه في السوق المحلي؟ لا، احنا في اتجاه الاستقرار سوق الذهب في مصر، في استقرار العرض. لن تسمعي الاسعار والقفزات اللي كنت تسمعيها قبل كده، مش هتسمعي ان كل اليوم الواحد 50 و100 جنيه بدون سبب، لا الكلام ده اصبح صعب، بالعكس في استقرار في الاسعار وفي استقرار في الاسواق، وده شيء جيد بالنسبه للصناعه. نعم. وشيء جيد بالنسبه للاسواق. شكرا دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب.